يدخل الاتحاد الاشتراكي معركة انتخابات تشريعية، من جهة هو معتمدا على الحصيلة الإيجابية لتدبيره للشأن العام منذ سنة 98، ولكن بالخصوص على البرنامج الذي سيقدمه للشعب المغربي. والمهم في هذا البرنامج هو أن الاتحاد اختار منهجية جديدة، لصياغة البرنامج، إذ لا يقتصر الاتحاد على عمل داخل القنوات الحزبية وداخل الأجهزة الحزبية، رغم أهمية خبرة المناضلين وخبرة المسؤولين، لكن منهجية اختارنا أن ننفتح على الآخرين، أولا على الكفاءات وعلى الطاقات حتى غير اتحادية والتي لها معرفة بمواضع أساسية ولها عطاء على مستوى الوطني، والانفتاح على مجموع المواطنين من جهة بقرار الانفتاح الذي فتحناه للانخراطات الجديدة من كل المستويات ومن كل الأعمار ومن كل الشرائح الاجتماعية، ودعوتها إلى المساهمة في إبراز ما نريد تقديمه للشعب المغربي. فهذه المنهجية سرنا فيها منذ 13 يناير، فنحن الآن قضينا شهرين تماما على هذه العملية، والنتائج الحمد لله هي نتائج سارة. واليوم فريق العمل والمنسقين هم مجتمعون في لقاء خلوة في إفران لتقييم ما تم إنجازه، وهو شيء مهم. فالنتائج الأولية لهذه المرحلة نتائج مهمة جدا، لا من ناحية حجم الوثائق وحجم التقارير وحجم الأوراق التي تمت، لكن كذلك بالنسبة لعمق الذهاب إلى عمق الأشياء وعمق القضايا المطروحة، خصوصا أننا اخترنا 8 محاور لإعداد برنامجنا الانتخابي. بطبيعة الحال المشاركة والمساهمة للكفاءات والطاقات سواء وطنيا أو جهويا هي يعني حاصلة مهمة ومهمة جدا، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون. لذلك نعتبر على أن نجحنا في هذه المنهجية التشاركية التي ستبرز يعني هذا المشروع الذي سيقدم، والذي نعتبر أنه سيكون تعاقد مع الشعب المغربي. والآن سندخل مرحلة المنتديات الجهوية. هناك بطبيعة الحال منتدويات محلية يقوم بها الأجهزة المحلية بالبحث عن العناصر وعن الكفاءات التي هي موجودة في كل المناطق المغرب، ولكن سندخل مرحلة ندوات جهوية فيها التي سيكون لها طابع وطني بقضايا وطنية، وفيها من سيكون عملها محلي وجهوي نحتاجه لبلورة بعض النقاط في البرنامج الحالي، وسنحتفظ بالبعض الآخر إلى انتخابات 2009 إن شاء الله البلدية والقرار.